السلام عليكم، معاكم أسامة أرسطو. النهاردة جايب لك اختصار هيفيدك جدا. طبعا كلنا بنستخدم اللوكيشن أو الموقع، ولكن أنصحك إن يكون الموقع أو اللوكيشن مش مفتوح على طول، عشان ده بيأثر على عمر البطارية. النهاردة جايب لك اختصار تقدر تفتح منه وتقفل اللوكيشن بسرعة. زي ما انت شايف ده اختصار اللوكيشن اللي هو بالأحمر، لو ضغطت عليه على طول هيفتح اللوكيشن سيرفيس او خدمات الموقع. الاختصار انا حاطه على الشاشه الرئيسيه. مش بس كده، هو ده الاختصار، كمان انا ضفت الاختصار يكون بضغطتين على ظهر الفون، يعني لو ضغطت ضغطتين ورا بعض زي ما انت شايف اللوكيشن سيرفيس اتفتحت معاك على طول. اول حاجه روح على شورت كاتس، بعد كده اضغط على علامه الزائد اللي فوق، ومن هنا هتعمل اد اكشن، وفي خانه البحث فوق هتكتب يو ار ال، تختار علامة سفاري مع URL، ومن هنا هتحط بيست للرابط اللي انا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن. ومن السهم اللي فوق هتعمل رينيم، تقدر تغير الاسم تخليه مثلا موقع، تضغط على تم، وكمان تقدر تغير الايكون وتخليها علامة خدمات الموقع، تضغط على دن. بس كده مفيش اي حاجة تانية، هو الرابط والاسم والصورة، تضغط على دن. عندك هيك الموقع، لو ضغطت عليها هيفتح معاك اللوكيشن. وزي ما انت شايف لو انت حاطط الويدجت على الواجهة الرئيسية بتظهر معاك، لو ضغطت عليها يفتح على طول اللوكيشن سيرفيس. ولو حبيت اللي انت تضيفها بضغطتين على ظهر الفون هتدخل على الاعدادات، بعد كده تسهيلات الاستخدام، بعد كده هتنزل تختار تاتش، ومن تاتش هتلاقي مكتوب في الاخر خالص باك تاب اللي هو الضغط على ظهر الفون، وتختار دبل تاب اللي هو الضغطتين، تنزل تحت خالص هتلاقي كلمة موقع اللي انت اخترتها، اختارها، بعد كده لو ضغطت ضغطتين بكل بساطة هيفتح معاك اللوكيشن. ودي طريقة سريعة جدا اللي انت تفتح بيها اللوكيشن من غير ما تدخل على الاعدادات وتدور على الخصوصية والكلام ده. بس كده طريقة سريعة وبسيطة، أتمنى إنك استفدت معايا. ولو عجبتك الحلقة متنساش اللايك والسبسكرايب، وادخل عندي على الصفحة هتلاقي فيه اختصارات تانية، وإن شاء الله هنزل اختصارات تانية هتفيدك كتير. شكرا ليكم وأشوفكم على خير، سلام.